السلام عليكم، اهلا بالاميرات الجميلات. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن احوالكم. فاذا كنتي مهتمه بموضوع المضام عليك اللي تنضمي القناه وتفعلي جرس التنبيهات. فهنا كما كتشوفوا معايا، شوفوا هذه اللبسه، هذه كي جات غزاله ما شاء الله، جات مزيونه. شوفوها معايا، شوفوا لا كولور ديالها الفصاله. فهنا لا فيديو كيقربكم اكثر لهذه اللبسه. شوفوا معايا كذلك هذه اللبسه، هذه كي جايه شوفوا طريقه الخدمه ديالها. وهنا هي لبسه واحده اخرى، شوفوها معايا كي دايره غزاله ما شاء الله. شوفوا معايا الخياطه ديالها كي جات غزاله ما شاء الله. شوفوا الخياطه تاع اليدين غزاله غزاله ما شاء الله. وهذه هذا موديل اخر كما كتشوفوه معايا، مغاير على اللي شفنا من قبل. شوفوا معايا هذه الخديمه، هذه حتى هي كي جات غزاله ما شاء الله. هنا كيبقى نفس الموديل، فقط الاختلاف في اللون بس بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا له الاسود. بابا ما. وهذا موديل اخر كما كتشوفوه معايا، شوفوا معايا التنسيقه كي جات غزاله بالنسبه للسيدات المحجبات الانيقات. شوفوا معايا واحد التنسيقه اللي هي غزاله ما شاء الله. وهذه واحده اخرى بالنسبه للناس اللي كيعشقوا الفوشيه مع اللون الازرق، كيفاش جا غزال ما شاء الله مزيون. عطات واحد التنسيقه ليا غزاله وانيقه. شوفوا معايا البنات، شوفوا شوفوا اللبسه كي جات ما شاء الله رائعه جدا. فمازال لبسات اخرين اللي هما انيقين، فكنتمنى تكملوا لا فيديو حتى الاخر هكا باش تعرفوا على جديد اللي كاين. شوفوا معايا كذلك هذه شحال غزاله ما شاء الله، شوفوا الاناقه كيف دايره، شوفوا اللوينات. وهذه كذلك شوفوا معايا الخدمه ديالها. فهنا لا فيديو كيقربكم اكثر لهذه اللبسه والخدمه ديالها كذلك كيفاش مخدومه. شوفوا معايا الاناقه ما شاء الله مزيونه ما شاء الله. وهذه وحده اخرى البنات، فهي مختلفه على اللي شفنا من قبل، فعلى فيديو عامر اكيد غتكملوا حتى الاخر باش تعرفوا كاع على اللبسات اللي كاينين. وهذه بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا العبايات، شوفوا الفصاله ديال هذه العبايه البنات كتحمق ما شاء الله. فهنا لا فيديو كيقربكم اكثر لهذا النوع ديال اللباس اللي كيجي مريح وانيق في نفس الوقت. ومشوا هذه اللبسه هذه كذلك اللي جات مختلفه على اللي شفنا من قبل، فاكيد غتكملوا لا فيديو حتى الاخر. فإلا نسيتي ديري ليا اعجاب، ديري ليا اعجاب وخلي ليا تعليق زوين. شوفوا معايا البنات كذلك هذه اللبسه، هذه كي جات غزاله ما شاء الله. شوفوا معايا، شوفوا معايا الخديمه. فهنا لا فيديو كيقربكم اكثر الخديمه ديال هذه اللبسه، شوفوا معايا الخديمه ديالها. وهذا واحد النوع ديال اللباس اخر بالنسبه للمناسبات، شوفوا كيفاش كيجي، كيجي غزال ما شاء الله. ومشوا هاد اللبسه هادي كي جات غزاله ما شاء الله وانيقه، وواحد اللون اللي هو رائع جدا ومزونه البنات، واحد اللون اللي هو مريح. فما تنسيش ديري ليا اعجاب، فإلا نسيتي ديري ليا اعجاب ديري ليا اعجاب دابا. ها انت وقفي لا فيديو حتى ديري ليا اعجاب وكملي لا فيديو حتى الاخر
باش تعرفي على كاع لي موديلات ولي ستايل اللي كاينين ديال اللباس بالنسبه للسيدات المحجبات الانيقات. شوفوا معايا هذه كذلك كيفاش جات، فهي انيقه. شوفوا معايا الخدمه ديالها كيفاش جات، ومعايا الليتين ديالها رائع. ومشوا هاد اللبسة هادي اللي جات كذلك غزالة ما شاء الله. كشوفوها معايا كي جات مزيونة ومريحة ومستورة ما شاء الله شحال غزالة. وانا بالنسبة للسيدات اللي كيعشقوا العبايات، انا ستايل مختلف كذلك اللي شفنا على القبل اللي شفنا من قبل. شوفوا معايا، شوفوا الخديمة ديالها كي جات. فهنا كيبقى الاختلاف في اللون فقط، فنفس الموديل اللي شفناه من قبل. بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا هذا اللون، وهذا موديل اخر. شوف كما كتشوفوا معايا كيجي غزال ما شاء الله. بالنسبه للسيدات الانيقات اللي كيعجبهم هذا الموديل هذا، شوفوا البنات كيفاش جا. شوفوا هذا اللون هذا البنات، واحد التنسيق عليه رائع جدا. وهذه تنسيقه واحده اخرى كما كتشوفوها معايا كي جات غزاله ما شاء الله وانيقه. وهذا موديل اخر كما كتشوفوها معايا البنات كي جا غزال ما شاء الله. شوفوا كذلك، شوفوا التوب ديالو باش مخدوم. شوفوا معايا، شوفوا معايا الفصالة كيفاش مخدومة. فهو كذلك واحد ستايل اللي هو زوين وانيق مزيونة البنات ما شاء الله. شوفوا بالنسبة لهذا اللون هذا فهو انيق كذلك، وهذا اللون هذا اللي هو طوندونس شوفوا معايا فهو غزال وانيق البنات. شوفوا معايا الخديمة كذلك. فهنا لا فيديو كيقربكم لاكثر لهاد اللبسات هادو كيفاش مخدومين وكيفاش كيتلبسوا. مزيونه البنات هاد اللبسه هادي، شوفوها معايا كيفاش دايره كيفاش مخدومه ما شاء الله غزاله. شوفوا معايا الخديمه ديالها مريحه في اللبسه ديالها. هذا موديل اخر كما كتشوفوا معايا كيجي غزال ما شاء الله، واحد الخدمه اللي هي انيقه. انا بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا الاناقه، شوفوا معايا هذا اللويل اللي جا كيحمق ما شاء الله مزيون. شوفوا معايا شوفوا هنا لا فيديو كيقربكم اكثر كيفاش كتلبس اللبسه ومعايش كتلبس الاكسسوارات معايش كتلبس، وكذلك كل كولور معايش كيتلبس في الفولار. انا لبسه ما شاء الله انيقه وغزاله ما شاء الله. انا كيبقى نفس ستايل ولكن راه رائع اكثر من رائع، كيجي انيق ما شاء الله وغزال. هنا بالنسبه لهاد الكسوه هادي اللي كتجي مريحه كذلك، شوفوا هاد اللون الموف مع البلون كاسي كيجي غزال ما شاء الله. كذلك اللبسه ديالو كيفاش جات والخياطه جات انيقه ما شاء الله. شوفوا معايا، فانا لا فيديو كيقربكم اكثر لهاد اللبسه. هنا بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا اللون الاحمر، شوفوا معايا البنات هاد الخديمه هادي، فهنا لا فيديو كيقربكم اكثر لهاد الخديمه. وهاد اللبسه كي جات مزونه ومريحه.
وهنا بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا اللون الاخضر الملكي كيجا غزال ما شاء الله، مع البلون كاسي تخدم كيجي هاد الثوب رائع في اللبسه في الكسيوات ديال الصيف. شوفوا البنات، شوفوا الخدمه كيفاش جات، شوفوا لا كولور كيفاش معيش تلبس الفولار، شوفوا اللون ديال الفولار هنايا. فهنا الفيديو كيقربكم اكثر لهاد الموديلات هادو، فكنتمنى يعجبكم الفيديو، فإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب، وكذلك تدخلوا لي واحد القليب اللي هو كبير. شوفوا معايا هذا اللون كذلك كيفاش تلبس وكيفاش جا في هاد الخديمه هذه.